ربع 29 سنة قدمي تحست على توزينا سبورت النهام. تشيلسي بدحريت اتيا ارسنال ودي اتلك بهال نص انح برازيلاوي رافينها قبل ليدز يونايتد كتفرمو امر دا كم زبح حتى غليصام ارسنال اب قدماي طلب ليدز تنص ايغا باجت وسيخان معداغو تقريبا كم زلان وكيلو ديكو دما اول قاوي سم معات مزراب انجليز اتي كم زقني كزرب نص انح بهند بت استنززو تشيلسي افل ما 55 مليون باوند كتكفل استرفد ما كتس عوز قربت تحطو بليدز تقبالنت مركب يغلصم قدماي طلب ارسنال اب قدماي اغري 30 مليون باوند كتكفل استرفد ما كتسعبو انيرام 60 مليون باوند تمناتو زنبرت ليدز جن امناتو حوتي بمبال ارسنال زحلف سوم نزقربتو طلب ينصيقاتو رافينها بقندو هاري فواد صنحن كاب زحلف ورح طرت حيزو نكصنبرا تقريبو صنح كبيت صعر زكايدت لو بارسيلونا بحصرت باجت ان باهغتو ايدا كتب تجديدا تشيلسي ولاكو غنا اول قاوي سم معتا توكيرا مسرافين هاي تزرارب نسو جن صقمات كفطر لا ازبل جمت يلن تمارسولس مشيت لومينا زكايدو حكمنا ومرمرا كركب ناب ايطاليا زبرر لوكاكو غدي فون زخد بوتا كتعبس نراحي مسترلينون اب قربا معلتات كتسعبو تصبي زغبر لا زلو تشيلسي اب تحتي حدش وناني اطد بولي تفرمو قدماي تصاوتاين بار رافينها كغونيوم دحري مقلاي حلافيت عدق زنبرت مارينا غرانوفيسكا جيزياوي اب بومبرتا كلب كوين السرح زلو وناني اب بولي نرافينهان استرلينن نمعداك بدمر 150 مليون باوند كغفل يوم اذا خمزيلن كلو برازيلاو تخلخلاي تشيلسي تياغو سيلفا نتي اب بي اس جي كغوسا قول زريو زلو دهاغورو برازيلاوي نيمار نابغانتوم كمتس مصوع تقريب اللوم بي اس جي نود 30 عمت نيمار كابغانتا ليلا افليت اتوز بالزينات تنزحلف كلت معلتات نغصت معكنا زينا سبورت غوبي وقني اللوم 37 عمت كوانت دفنا اتشيلسن هاغراويت غانتا برازيلم زي زخونه مغدال بقعت اجامو ام بركا زركب تياغو سيلفا نمعكنا زينا برازيل ابزهابو مغلصي ناب تشيلسي كغيل اللو انت دا از خوينو رغصنيا نصبو كخونيوم صاب حجي انتاي زلو مدبو زفلت كويلن كم طبو عركيغن از خوينو كريي يبهغيلوم تشيلسي قد مع 10 عمتات كبرازيلاوي كلب سانتوس ناب بارسيلونا كصمبرن كلو نيمار كابتن مفرامو فتينن زي سلطن ببارسيلونا استسعرا كلبات يانيرا غنا اب سانتوس يصاو طب زنبرون تشيلسي ام معداغو يتعوتتن نصاوي عيتا نصيغو ابتا زعبيتو كلب نمصنح مريصوم تشيلسي حجون كابتن نموصا نيمار كاب بي اس جي بقربا زكتاتلا زلوا غانتات مخانا يغلصيوم كم كلن كعدغو ازدليا كلبات غنكا اتي سومناو درماس كفليتو شمون 850 شح باوند ام مخفال قربت كتكون تخلا يمسلن مانشستر يونايتد ابزن قربا معلتات كلت هولنداويان تصاوتن مفرام زبق عسم معتو دي اكم زلا تغليصو نساتوم دما اتي نويح كتسرحلو دصنحت اكافال بارسيلونا فرينك ديونغن صغان تخلخلاي كلب فينورد تايلور مالاشانيوم نود 20 كلت نعمت مالاشا ب 10 تخلت نت 9 مليون باوند نمعداك سسمامعت مانشستر يونايتد اب صغان ما ازن مسمر مكلخال لوكشاو اليكس تيليسن براندون ويليامسن مس صنحوا 4 ابطوبات تصاوت كخون لايم اسلطاني اريك تن هاغن نود 21 نعمت براندون داغ يبلغ احسن يدو نتليس كفانو تسبيتي غبر مانشستر يونايتد ابعد جي تايلر مالاشيا بهندبت اتيا نا فرنساويت كلب ليون نمصن بار تسمامي عنا تبهله نملق قواغو قدم يلو استغلص 10.9 مليون باوند مزديحرو زوسخ 1.7 مليون باوند كتكفل امر داب صيحام ابزغن حدا زي تنصر نغر انت دالو مالاشيا ناب اولترا فورت سغاغيرو مسلوك شاو كودالر ديز مرص ولا ساب ليون اوخنا يصوتا غيزي كركب ملسو اي تنصرن زبليوم ابعداغا ودها غورو فرانك ديونغ نويح وسيد لا زلو مانشستر يونايتد تمالي كفنو بزو على زيناتات لعل 900 اتمسرح اصفيفا ابز مت معلتات ناب حكمناوي مرمراكت اتو مخناك غلصو عيللام وكيل فرانك ديونغن تايلر مالاشان حادس لزخونه نكلت يومنا مسار اريك تنهاغ نمصمبارم درو اب صعوق سم معات تصميدو كم زلو يغلص
አርሰናልን ኤሲ ሚላንን ነዊሕ ክግደሳሉ ኣብ ፅንሓ ፖርቹጋላዊ ኣከፋፋሊ ሬናቶ ሳንቸዝ ብፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ሰዓራ ከም ዘለዋ ተገሊፆም። ዝሓለፈ ክረማታ ዋንጫ ኤሮጳ 2020 ምስ ብቕዓቱ ከም ዘሎ ዘረጋገፀ ኣከፋፋሊ ሊለ ሳንቸዝ ዳርጋ ብብርክት ዝበላ ዓበይት ክለባት ኤውሮጳ ይህደን ኣብ ዘሎ ቀዳመይት ምርጩ ፒኤስጂ ገይሩ ብመገዲ ወኪሉ ይዘራርብ ከም ዘሎ ተፈሊጦም። ለፓሪሰን ዝተባሃለት ማዕከን ዜና ከም ዝገለፀቶ ወዲ 24 ዓመት ሳንቸዝ ኣብ ክለቡ ተሪፋቶ ንዘላ ሓንቲ ዓመት ኮንትራት ወዲኡ ብጥራዩ ካብ ዝፋኖ ንሱን ጋንቱን ኣብ መሸጡ ኣተኪሮም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ፒኤስጂ ድማ እታ ቀዳምነት ሂቦማ ዘለዉ ምዃና ገሊጻ። ኣብ ሰለስተ ዓበይት ሊጋት ኤውሮጳ ኣርባዕተ ግዜ ሻምፒዮን ክኸውን ዝኽኣለ ሬናቶ ሳንቸዝ ናብ ኣርሰናል ተሰጋጊሩ ክፃወት ከም ዝኽእል ብሰፊሑ ክግለጽ ጸኒሖም። ኣብ ስዋን ሲቲ ዘይዕውት ናይ ልቓሕ ግዜ ዘሕለፈ ሳንቸዝ ብሻምፒዮን ሴርያ ኤስ ሚላን እውን ተባሂጉ ዝርከብ ቁልጡፍ ኣከፋፋሊ እዮም። ኮይኑ ግን ነዘን ክልተ ክለባት ገዲፉ ንፒኤስጂ ምምራፁ ተገሊጹሎ። ፒኤስጂ ከምቲ ተደጋጊሙ ዝግለጽ ዘሎ ዓሚ ንክለብ ሊለ ቻምፒዮን ንዝገበራ ኣሰልጣኒ ክሪስቶፍ ጋልቴር ክትመዝዝ ተቓሪባ ብዘላቶ ሳንቸዝ ኣብ ትሕቲ ዝኣሰልጣኒ ቻምፒዮን ኣብ ምግባራ ልዑል ተራ ዝተፃወተ ምንባሩን ብምግንዛብ መሳርዓ ንምፅራይ ኣብ ከቢ ስራሕ ትርከብ ፒኤስጂ ዓይና ከይሓሰየት ትውንኖ ምዃና የረድ። ፒኤስጂ 8.5 ሚልዮን ፓውንድ ከም መበገስ ዋጋ ጠለብ ምቕራባ ክግለጽ እንከሎ ሊለ ግን ትሕቲ 13 ሚልዮን ፓውንድ ናይ ምሻጡ መደብ የብላን። ኣብ ዕዳጋ ሳንቸዝ ክዕወት ከም ዘይኮነ ዝርዳ ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ሚካኤል ኣርቴታ ከም ኣማራጺ ሒዝዎ ናብ ዘሎ ቤልጅማዊ ኣከፋፋሊ ሌስተር ሲቲ ዩሪ ተለማንስ ክምለስ ክግደድ እዩ። እንግሊዛዊት ክለብ ኒውካስል ነዊሕ ንዝፃዓረትሉ ሆላንዳዊ ተኸላኸላይ ስቨን ቦትማን ዋንነታ ጊራቶ ሕክምናዊ ምርመራ ድሕር ምስጋሩ ማልያዛ ዝሃብተመት ክለብ ተረኪቦም። ወዲ 22 ዓመት ቦትማን ኣብ ሊግ ኣብ ፈረንሳ ምስ ክለብ ሊለ ብዘርኣዮ መሳጢ ብቕዓት ኣብ ዓበይት መድረኻት ክፃወት ዝኽእል ምዃኑ ኣብ ቀዳመይቲ ዓመቱ ይረጋጊፆም። እታ ክለብ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ቻምፒዮን ሃገራት ክትከውን እውን ዓብተራ ተፃዊቶም። ኣብ መሳርዒ ኒውካስል ክሳብ 2027 ንምፅናሕ ንሓሙሽተ ዓመታት ፈሪሞም። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ከም ዝተገልጸ ኒውካስል ኣብ ቀዳማይ እግሪ 35 ሚልዮን ፓውንድ ብምኽፋል ዝተረፈ 4 ሚልዮን ድማ ምስ ዝህቦ ኣገልግሎት እናረኣየት ከተስዕበያ። ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ሆላንድ ትሕቲ 21 ዓመት ብምዃን ክፃወት ዝፀንሐ ቦትማን ማልያ ኒውካስል ሒዙ ኣብቲ ውሩይ ስቴድማ ሴንት ጀምስ ፓርክ ተሳኢሎም። ኒውካስል ንሙናን ዝተኸላኸላይ ንቻምፒዮን ኢጣልያ ኤሲ ሚላን ብገንዘብ ክትስዕራ ድሕር ምኽኣልያ ምፅያቶም። ፒኤስጂ እውን ኣብ ውዱ ሰዓት ምጭዋይ ዘካየዶ ተፈተነ ይሰለጣን። ወፃኢታት ኒውካስል በዛ ክራማት 60 ሚልዮን ፓውንድ በፂሒሎም። ኣቐዲማ ንፀጋም ተኸላኸላይ ማታርጋት ካብ ኣስቶን ቪላ ሙሉእ ብሙሉእ ዋንነታ ጊራቶ ንሓላ ውልዳት በርሊ ኒክ ፖፕ እውን ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ምፍራማ ይፍለጥ። ዝስዕብ ስራሕ እዛ ክለብ ነቲ ኣብ ስምምዕ ኣብፂሓቶ ክነሳ ተዓናቒፍዋ ዘሎ ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ሁጎ ኤክቲከ ዋንነታ ምግባር እዮም። ኣብ ሓፂር ዜናታት መስርሕ ምስጋር ተፃወቲ ቸልሲ ዳሕርዋይ መስመራ ንምዕራይ ተካይዶ ኣብ ዘላ ፃዕሪ ጁቬንቱስ ንመልቀቕ ዋጋ ማትያ ደ ሊግት 102 ሚልዮን ፓውንድ ስለ ዘጋነነቶ ተመሊሳ ናብ ስሎቫኪያዊ ተኸላኸላይ ኢንተር ሚላን ሚላን ስክሪናር ምፍራማ ማዕድያ ከም ዘላ ተገሊፆም። ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ንስክሪናር ኣብ ምዕዳግ ላዕለዋይ ኢድ ሒዛላ ካብ እትበሃል ነዊሕ ሓሊፉ ምስ ምህላው ግን ንቸልሲ ቀሊል መስርሕ ዘይምዃኑ ይግለጽ። ሕጂ ናብ ዜና ቸልሲ እናሃለና ሳልሳይ ተጻዋታይ ማንቸስተር ሲቲ ናይ ምፍራም መደቡን ምሕንጻጻ ተገሊጾም። ንራሒም ስተርሊንን ናታን ኣከን ድሪባ ከተፈርሞም ሓቲታ ክበሃል ጽንሕት ዛለንድናዊት ክለብ ኣርሰናል ኣቐዲማ ማዕልያቶን ጽንሕት ዩክሬናዊ ናይ ማእዝን ተኸላኸላይ ኦሌክሳንደር ዚንቼንኮ ንምዕዳጉን ተሓትት ከም ዘላ ተገሊጾም። ዚንቼንኮ ምስ ምምጻእ ኩኩሬላ ናብ ሲቲ ክገሃድ ዝኽእል ካብታ ጋንታ ክወፅእ ርዱእ ተወሲዱ ዘሎ እዩ። ፓትሪክ ቪየራ ዝመርሓ ዘሎ ክሪስታል ፓላስ ንወዲ 22 ዓመት ኣከፋፋሊ ለንስ ቸክ ደኩረን ምዕዳግ ኣብ ኣጋሚ ፈፀምታ መብፅሓ ተገሊፆም። ኣርሰናል እውን ኣብ ማዕድያቶ ከም ዘላን ዝግለጽ ደኩረ ምዕዳግ 18 ሚልዮን ፓውንድ ካሓታ ምዃኑ ጋርዲያን ፀብፂባ። ናብ ፕሪምየር ሊግ ተመሊሳ ዘላ ፉልሃም ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ብዋጋ ኣንድሬስ ፐሬራ ድሕር ምስ ስምምዓ ምስ ተፃወታይ ኣብ ውልቃዊ ስምምዓታት ተወኪራ ርክባት ከተካይድ ፍቓድ ተዋሂብዋ። ዩናይትድ ነዚ ወዲ 26 ዓመት ኣከፋፋሊ ናብ ብራዚላዊት ክለብ ፍላሚንጎ ተለቂሑ ክፃወት ሰዲዳቶ ምፅንሓን ኣብ መሳርዓ ቦታ ክረክብ ስለ ዘይከኣለ ብቋሚ ንምሻጡን 8 ሚልዮን ፓውንድ ኣታዊ ክትረኽበሉን ወሲናላ።
ማንቸስተር ሲቲ ነቲ ካልኣይ ሓላዊ ልዳት ብምዃን ከገልግላ ዝፀንሐ ኣሜሪካዊ ዛክ ስቲፈን ናብ ሚድስብሮ ከተለቅሖ ከም ዝተስማምዐት ይግለጽ። ወዲ 27 ዓመት ስቲፈን ንብራዚላዊ ሓላዊ ልዳት ኤደርሰን በሊፁ ቀዳማይ ተሰላፊ ንምዃን ዘይበቕዐን ኣብቲ ኣብ ናይ ኤፍኤ ካብ ይኹን ከረባ ካብ ፀወታት ክስለፍ ዕድል ዝረኸቦ ዓበይቲ ጌጋታት ክፍፅም ዝተረኣየን ሓላዊ ልዳት እዮም። ኣብ መወዳእታ ተወሳኺ ዜና ኢጣልያዊ ኣካፋሊ ፒኤስጂ ማርኮ ቬራቲ ኣብ እስጳኛ ኢቪዛ ኣብ ምዝንጋዕ እናሃለወ ካብቲ ዝተኻረዮ ገዛ 2.5 ሚልዮን ፓውንድ ዝትመን ንብረትን ካሽ ገንዘብን ከም ዝተሰርቆ ፖሊስ ኣብ ምህዳን ሰረቕቲ ተዋፊሩ ምህላውን ተገሊጾም። ኣብ ወጋሕታ ዝሓለፈ ሰንበት ዘጋጠመ ዝስርቂ ቬራትን ስድራ ቤቱን ኣብቲ ገዛ ኣብ ዘይነብርሉ ምንባሩን እቲ መንበሪ ድማ ብናይ ቅድም ኣጥቃዒ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ሮናልዶ ዝውነን ከም ዝኾነን ማዕከናት ዜና እስጳኛ ገሊፀን። ብዘይካ ጥረ ገንዘብ ኣዝዩ ክቡር መጋየፂ ስልማትን ሰዓታትን እውን ምዝማቱ ተገሊጹሎም። ምስ በዓልቲ ቤቱ ኣብ ኢቪዛ ይዘናጋዕ ከም ዘሎ ዘርኢ ስእልታት ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘይዘርግሐ ቬራቲ ነቲ ኩነታት ኣመልኪቱ ዝኾነ ዝሃቦ መግለጺ የለን። ብተመሳሳሊ ፈረንሳዊት ሞዴል በዓልቲ ቤቱ ጀሲካ ኣይዲ እውን ዝሃበቶ መግለጺ የለን። በቲ ሓደ ገጽ እውን ወናኒ ዝገዛን ፕረዚደንት ክለብ ሪያል ቫላዶሊድን ሮናልዶ ኣብ ገዝኡ ኣጋጢሙን ዝበሃል ዘሎ ዝምታ 2.5 ሚልዮን ፓውንድ ዝግመት ንብረትን ካሽን ኣመልኪቱ ኣፉ ይከፈተን። ባርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ትሕዝቶና ብዙይ ፍጽም ኣብ ቀጻሊ ይራኸበና ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን